اريد لي معارض حقيقي، مو بالحكومه يصيحاني معارض، واحد قبحي وصوته عالي. موجود، لقد وصلت. علي الحاتم. ما لي خلق بدعتي، هذا هسه يهرج الفضاء والله العظيم، وانا راسي يوجعني وهذا بس يصيح. اوكي اوكي يلا ما يخالف، اوكي هو معارض نتحمل. استعدوا اخوان، استعدوا استعدوا. واحد تحضر، اثنين تنظر. نص الصوت مال التلفزيون قبل لا تطلع الفيديو. نص اهلا وسهلا. الله يحييك، الله يسلمك. شكرا لتاحت الفرصه. اهلا وسهلا. خليت وياك من رئيس اتحاد المعارض، ما ادري بعد هذا الاسم. نعم بعد، ما زلنا مشروعنا موضوع المعارض يعني قائم. ماي النتيجه هو مشروع اعتقد من قناعه. ها هاي منو؟ جوليا بطرس؟ علي الحاتم، شو صوتك صاير ناس اخوي؟ شنو الفيلم؟ وين العياط؟ وين الهوسه؟ شو صاير رزن وثقيل وما توبز؟ خلصت حياتي، وين ما اشوفك تسوي وتعدل بعقالك. هسه صاير حباب وعاقل وما تفسد دلوت قضيه. يلا هم زين افتهمنا انت معارض عن قناعه، عبالي بالصندات سوك معارض. اهلا وسهلا، بس ايش ده تعارض بالضبط؟ بس البعض يقول لك اليوم ما شفناك تعترض على مثلا محافظ الانبار، رئيس مجلس النواب، رئيس الوزراء مثلا، يعني خصوصا من سنه وجاي انت تلتزم الصمت، شنو السر؟ مو سر، موضوع مو سر، يعني اعترض على المحافظ بشنو اللي لا لا اللي اقصد هذا المحافظه عفوا كمعارضه. ايه ايه لا اعترض علي على شنو مثلا؟ انت تسالنا ايش تعارض؟ غير انت اللي مسوي معارضه؟ معارضة يعني تعارض الحكومة، تهز السلطة، تسقط نظام. عمي اعترض على اي شيء حتى لو نتائج السادس. غير معارضة يعني تعترض؟ اعترض. بالنتيجة المعارضة هي تعديل وضع، مو خلق أزمات. والبلد ما عايزة بصراحة أبو فيصل موضوع أنه ندخل طرف في صراع سياسي ونزيد الطين بلة. لا هذا مو نهجنا كمعارضة. هلو جوليا بطرس، شو وقت تنزل بودكاست على سبوتيفاي؟ صباح الخير، معارضتنا لهذا اليوم عن الناس اللي تنتقد السلطة وتخلق أزمات، معيب عليكم؟ لا للصوت العالي، لا لتمزيق المجتمع. شوف بقى، لقيت لك شغلة، ما أنه أنت بطلت عياط. أكو ذولا يطلعون لايف على السوشيال ميديا ويفركون بالمايك، سويها. نور المالكي صار صديقي، أنا جنت صديقة وبعدين رجعنا أصدقاء. الميليشيات المسلحة مو كلش ميليشيات مسلحة، احنا مو قادمون يا بغداد، احنا